اسبانيا وايطاليا ده يمكن التعادل الايجابي 1-1 ده اوقف انتصارات متتاليه لاسبانيا. يمكن اسبانيا كانت عامله برضو ريكورد او رقم قياسي 14 فوز متتالي في المباريات الرسميه. يمكن هم انهوا يمكن كاس من ساعه كاس العالم طبعا الفوز في كاس العالم يمكن 6 ماتشات ثم التصفيات الاوروبيه يمكن فازوا في 8 ماتشات كلهم ما فبالتالي بيخسروش 14 ولا ما بيتعادلوا بيخسروش ولا بيتعادلوا 14 فوز متتالي توقف طبعا بالتعادل مع ايطاليا يمكن الرقم ده ويمكن ده رقم قياسي على مستوى اوروبا بالكامل. يمكن فرنسا عملته في 2000 من 2002 2004 وبعد كده هولندا من 2008 2010 ودلوقتي اسبانيا قدرت تحقق 14 فوز متتالي ده طبعا رقم قياسي على مستوى قاره اوروبا. ايطاليا بقى عملت اكبر عدد من التعادلات في تاريخ اليورو ده المباراه رقم 13 لايطاليا تتعادل فيها في اليورو بالكامل على مدار التاريخ. طبعا هي بتتميز بالكره الدفاعيه وبيقفلوا شويه فيمكن تعادلاتهم كتيره جدا بس في المباراه دي لا كانوا مختلفين للامانه يعني ما كانوش معتمدين على الدفاع بشكل كبير يعني بالعكس كان يعني. كان في طبعا نواحي هجوميه لكن برضو يمكن في الشوط الثاني قفلوا شويه ما يمكن حسوا اسبانيا لكن ما يقدروش ينسوا الخطوره لازم يزهقوا الفرقه لازم يزهقوا الفرقه لا هو مقبول طبعا انهم امام اسبانيا يلعبوا بالطريقه دي طبعا بطل العالم وحامل اللقب فبالتالي يعني واليونان لما فازت اساسا بنسخه من نسخ اليورو كانت اتعلمت منه مشيت ورا القصه دي زهق الخصم اللي قدامك لغايه ما تضحك عليه ويجي فيه هدف وده اللي كان بيحصل دايما يعني لا طبعا دي ناتالي اللي سجل هدف في ايطاليا يمكن هدف التعادل يمكن كان يعتبر كان اكبر رابع اكبر لاعب على مدار تاريخ اليورو سجل هدف لانه عنده 34 سنه و8 شهور فكان على مدار تاريخ اليورو رابع اكبر لاعب يسجل بعد يوم واحد بس الرقم ده بقى يعني اتحطم تاني وهيبقى الخامس هنشوفها بعد كده. سيسك فابريجاس طبعا ده تاني لاعب في تاريخ اسبانيا سجل في بطولتين متتاليتين لليورو بعد الفونسو في 96 و2000 وسجل طبعا اول هدف لاسبانيا في مرمى ايطاليا في تاريخ اليورو بالكامل ده طبعا هدف تاريخي برضو لاسبانيا يمكن لعبوا مع ايطاليا قبل كده 3 مرات في اليورو مرتين انتهوا اول مره اسبانيا أول تسجل مرة في اسبانيا ايطاليا سجل في ايطاليا في اليورو في بطوله اليورو 3 مرات قبل كده يمكن 2 تعادل سلبي ومره ايطاليا فازت 1-0 فبالتالي ده اول هدف لاسبانيا طبعا هدف تاريخي. بعد كده طبعا دي اخر حاجه معانا في المباراه دي ان في 4 لعيبه شاركوا في اليورو دي طبعا للمره الثالثه على التوالي شاركوا في اليورو ايكر كاسياس وفرناندو توريس الاثنين من اسبانيا 3 مشاركات في اليورو وايطاليا اندريا بيرو طبعا وانطونيو كاسانو برضو 3 مشاركات في تاريخهم في اليورو وبوفون لا بوفون مش التالت مش دي تاني مره كان في مره ما شاركش في اليورو تمام نروح بقى للمباراه اللي بعد كده في المجموعه الثالثه وفوز كرواتيا على ايرلندا 3-1 طبعا دي برضو مباراه كانت مهمه جدا ويمكن كرواتيا حققت فيها فوز كبير وبرضو من ضمن المباريات اللي فيها ارقام كتيره شويه في البطوله طبعا دي رابع المشاركه لكرواتيا في اليورو طبعا ما خسرتش برضو في اول مباراه يمكن 3 مرات بتفوز ومره بتتعادل دايما اول مباراه بتبقى طبعا بتحقق نتيجه ايجابيه هدف ماريو مانزوكيتش طبعا اللي هو الاول لكرواتيا ده جه بعد 2:38 برضو كان هدف من اسرع الاهداف في تاريخ اليورو هنشوف برضو احصائيه تفصيليه بعد كده ده كان سادس اسرع هدف في تاريخ اليورو برضو بعديها بيومين اتحطم وبقى سابع اسرع هدف لان في هدف جه اسرع منه برضو اللي هو هدف التشيك اللي هنشوفه بعد كده طبعا بعديها بيومين هنشوفه الهدف طبعا جه الهدف الثاني لماريو ده اللي هو بضربه راس برضو ده الهدف رقم 100 في تاريخ اليورو يجي بضربات الراس ده الهدف رقم 100 في تاريخ اليورو بالكامل ده رابع ماتش في تاريخ اليورو يجي فيه 3 اهداف بضربات راس طبعا على مدار التاريخ بالكامل ترابتوني برضو يمكن حطم رقم قياسي جديد في الاكبر سنا ترابتوني الشعر طبعا الابيض يعني ولا الاكبر اصبح اكبر مدرب في التاريخ يمكن كان قبليه على الشمال اللي هو على فكره يعني. نعم وقار الشعر الابيض طبعا طبعا الروماني امريك كاجيني طبعا كان اكبر مدرب في التاريخ كان يمكن مع رومانيا في يورو 2000 كان عنده وقتها 73 سنه و54 يوم تراباتوني يمكن بعد المره دي عنده 73 سنه و85 يوم ففارق تقريبا 30 يوم فرق عنه بقى اكبر مدرب سنا في تاريخ اليورو طبعا تراباتوني. بعد كده اخر حاجه يمكن معانا في المباراه دي ان اعلى يمكن قلنا روسيا كانت 30 سنه و85 يوم تقريبا معدل اعمار اللعيبه يمكن ايرلندا بقى في البطوله دي كان اكبر 30 سنه و149 يوم ده معدل اعمار اللعيبه في المباراه دي لكن هنا بقى العكس واضح ان هو عامل السن كان نقطه سلبيه ان هم ما قدروش يجابوا اللياقه البدنيه بتاعت كرواتيا وخسروا 3-1. نروح لمباراه ثانيه مباراه ما بين قمه من قمم اوروبا برضو لكن بتنتهي بالتعادل ايضا ما بين فرنسا وانجلترا. طبعا المباراه يمكن كانت مثيره جدا وقويه لمنتخبين كبار جدا ومنتخبين اعتقد هيوصلوا للمراحل المتقدمه في البطوله انتهت التعادل 1-1 يمكن فرنسا برضو عامله ريكورد ان هي 22 مباراه متتاليه بدون هزيمه ده رقم قياسي يمكن في تاريخ فرنسا يمكن اكتر منتخب في العالم حاليا 22 متتاليه في طبعا في فوز وفي تعادلات لكن ما خسروش خلال 22 مباراه سواء رسميه او وديه طبعا ده رقم قياسي يحسب للمنتخب الفرنسي. انجلترا بقى بتفشل في تحقيق الفوز في اول مبارياتها في اليورو برضو انجلترا عندها عقده اول مباراه
دايما ما بتكسبش، يمكن 8 مرات شاركت فيهم 4 تعادل 4 هزيمه. انجلترا مش بتفوز خالص في اول مباراه، ده طبعا رقم قياسي سلبي للمنتخب الانجليزي. والسؤال دايما بقى في اليورو اللي فات لانجلترا امتى هيحققوا بطوله؟ يعني دايما بالظبط ما خدوش اليورو ولا مره طبعا طوال تاريخهم، كاس العالم مره واحده سنه 66 لما نظموا البطوله، فيمكن دي المره الوحيده. بعد كده طبعا الهدف اللي جابه سمير نصري طبعا لفرنسا في مرمى انجلترا في مرمى جو هارت، دي كانت ظاهره غريبه ان هما الاثنين بيلعبوا في نفس الفريق، الاثنين بيلعبوا في مانشستر سيتي، اللي سجل الهدف سمير نصري وزميله جو هارت في مانشستر سيتي ايضا هو اللي دخل مرمى الهدف، فاثنين من فريق واحد بيجيب هدف في زميله طبعا في الفريق. دي تاني مره. كان في هتافات عنصريه سيئه جدا الحقيقه في المباراه دي، يعني شفنا سمير نصري بعد احرازه للهدف مستاء جدا من الهتافات العنصريه اللي كانت في المدرجات. مظبوط طبعا، يمكن كان في بعض الهتافات طبعا، يمكن منتخب فرنسا تحديدا في لعيبه يمكن من جنسيات يمكن ما كانوش فرنسيين قبل كده، مجنسين او من اصول غير فرنسيه عربيه، عرب وبعضهم افارقه كمان، يمكن عندهم تقريبا 10 لعيبه في السكواد او في القائمه 23 واحد من جنسيات غير فرنسيه، فيمكن كان في بعض الهتافات فعلا مسيئه في المدرجات. زي ما قلنا سمير نصري طبعا سجل في جو هارت اللي هو بيلعب معاه في مانشستر سيتي، دي تاني مره تحصل في تاريخ اليورو، كان قبل كده عملها بولجاس كوين طبعا سجل في مرمى اندي جورام حارس مرمى اسكتلندا، دي كانت في يورو 96، الاثنين كانوا بيلعبوا ساعتها في رينجرز الاسكتلندي فريق واحد، فدي تاني مره في تاريخ اليورو ان لعيب يسجل هدف في مرمى حارس مرمى بيلعب معاه في نفس الفريق في الدوري. طبعا اخر حاجه برضو معانا يمكن سمير نصري وجوليان ليسكوت الاثنين اللي سجلوا الهدفين لفرنسا وانجلترا، برضو الاثنين بيلعبوا فريق واحد، الاثنين في مانشستر سيتي، جوليان ليسكوت وسمير نصري، ده طبعا هنا فرحتهم على اليمين بقميص انجلترا وفرنسا وعلى الشمال بقميص مانشستر سيتي، اثنين زملاء في نفس الفريق. وحصلت قبل كده برضو الموضوع ده مره واحده في يورو 84، كان لعيب اسمه كينيس بريلي من الدنمارك ولعيب اسمه فرانك في كراوتر من بلجيكا. بس الصور دي تمانينات شكل البي جيز والقصه الشعر والحاجات دي تمانينات دي كانت لقاء طبعا بلجيكا والدنمارك، الاثنين اللعيبه دول كانوا بيلعبوا في اندرلخت والاثنين سجلوا هدفين، فدي كانت اول مره تحصل في تاريخ اليورو، وتاني مره عملها جوليان ليسكوت وسمير نصري ان هم اثنين في فريق واحد بيسجلوا هدفين لمنتخبين مختلفين في نفس المباراه. لا بجد احصائيات ما تخطرش على بال حد، حاجه رائعه جدا. نروح بقى للمباراه اللي معانا بعد كده استاذ خالد، هي مباراه صحيح بين منتخبين اوكرانيا والسويد، لكن الكل قال انها كانت مباراه بين نجمين، بين زلاتان ابراموفيتش وبين اندري شيفتشينكو. بدا ابرا ان هو يسجل، لكن فاجئوا بقى شيفتشينكو بالعوده لتألقه وسجل هدفين. لكن الحقيقه النهارده قريت خبر مزعج جدا اعتقد للجمهور السويدي، ان زلاتان ابراموفيتش تعرض لاصابه في التدريب الاخير، اعتقد السويد بدون ابره يعني مختلفه تماما. اكيد طبعا هياثر بالسلب طبعا لو ما شاركش في المباراتين القادمتين امام فرنسا وانجلترا، هو نجم الفريق الاول طبعا وبيعتمدوا عليه بشكل اساسي جدا. الاصابه دي حقيقي يعني تعرض لاصابه، لكن ما تاكدش هل هو هيقدر يلحق الماتش ولا لا، يعني هم بيحاولوا يعملوا اسعافات سريعه ان هو يلحق الماتش الجاي، لسه ما اتحددش. طب يجهزوا برولين بسرعه. بحب برولين أمانة. اكيد طبعا كان نجم كبير جدا طبعا، لكن السويد كده كده اصبح موقفها صعب، يعني خلينا نتكلم بصراحه، هزيمه من اوكرانيا يمكن تعتبر اقل فرق المجموعه، طبعا بتلعب على ارضها وكل حاجه، لكن هيصطدموا بعد كده فرنسا وانجلترا، فسواء ابره موجود او مش موجود اعتقد حظوظ السويد قلت جدا في التاهل للدور الثاني. احصائيات طبعا مباراه اوكرانيا والسويد، يمكن دي بقى اول مره اوكرانيا اول دوله مضيفه تفوز، يمكن من سنه 2000 لما كانت بلجيكا وهولندا يمكن بتقام البطوله، كانوا دولتين منظمتين فازوا، بعد كده 2004 البرتغال فشلت في الفوز في اول مباراه في 2004، في 2008 سويسرا والنمسا الاثنين الدولتين المنظمتين خسروا، ثم 2012 بولندا برضو خسرت، فده يمكن اول فوز لدوله مضيفه من سنه 2000 فوز اوكرانيا. اندريش شيفتشينكو طبعا بقى اكبر لاعب سنا في تاريخ اليورو بيسجل هدف، يمكن اندريش شيفتشينكو ثاني اكبر لاعب عفوا بيسجل هدف، ايفيكا فاستك على الشمال ده لاعب نمساوي، ده اكبر لاعب سنا سجل اهداف، كانت في بطوله اليورو 2008 البطوله اللي فاتت كانت بتقام في النمسا. كام سنه؟ كان سنه 38 سنه و257 يوم. شيفتشينكو 35 سنه و256 يوم، فيمكن بقى ثاني اكبر لاعب في تاريخ اليورو بيسجل هدف. عندنا ميلا كان بيلعب وعنده 42 سنه، مفيش مشكله خالص يعني. سجل جميل كاس العالم اكتر، هو بيقول لا ياس مع الحياه، لانه كتير بعد تجربته الاخيره مع تشيلسي كان غير موفقه، الكل قال خلاص لازم يعتزل، لكن واضح انه بيرجع يقول للكل لا انا موجود لسه. الخبرات فعلا بتفرق، يمكن ناس كتير ما توقعتش ان هو يلعب 90 دقيقه، حتى ان هو يلعب بيكون مثلا احتياطي وينزل بديل، لكن بدا من بدايه المباراه وسجل هدفين طبعا، يعني بالخبره زي ما بنقول كده، ضربتين نص يمكن خطفهم. بعد كده طبعا شيفتشينكو وزلاتان ابراهيموفيتش هم الاثنين كباتن بتوع منتخبين اوكرانيا والسويد، الاثنين سجلوا اهداف، دي تاني مره برده تحصل في تاريخ اليورو ان الكباتن يسجلوا اهداف، حصلت مره واحده قبل كده في 2008 لقاء المانيا والبرتغال، مايكل بالك ونونو جوميز الاثنين كل واحد فيهم سجل هدف لالمانيا وللبرتغال، فدي تاني مره تحصل في تاريخ اليورو ان الاثنين كباتن يسجلوا.
الاحصائيه اللي معانا بعد كده طبعا اولوف ميلبرج المدافع السويدي ده سادس لاعب في تاريخ اليورو شارك في اربع بطولات مختلفه اليورو، خمس لعيبه كانوا عملوا الريكورد او الرقم القياسي ده قبل كده، هو بقى سادس لاعب طبعا، لوثر ماتيوس الالماني، بيتر شمايكل الدنماركي، الايطالي اليساندرو ديل بييرو، اولوف ميلبرج طبعا السويدي عملها في البطوله دي، حارس مرمى هولندا فاندر سار، والفرنسي ليليان تورام، هم دول الست لعيبه على مدار تاريخ اليورو اللي شاركوا في اربع بطولات مختلفه، فطبعا ده رقم قياسي برده كبير جدا يحسب لاولف ميلبرج. ناخد بقى الجوله الثانيه في المجموعات، نرجع للمجموعه الاولى مره ثانيه، والمباراه ما بين تشيك واليونان، تشيك اعتقد استعادت توازنها في المباراه دي وفازت بهدفين مقابل هدف واحد، ومنهم هدف اعتقد سريع جدا مظبوط من اسرع طبعا الاهداف برده في اليورو، نتكلم برده اللقاء ده طبعا انتهى فوز للتشيك 2-1، الهدف اللي سجله بيتر جراسيك اللي هو الهدف الاول للتشيك ده، يمكن ده اللي هو كان هو لحظه تسجيل الهدف تحديدا كان بعد دقيقتين و13 ثانيه، ده طبعا كان هدف ماريو مازوكيتش اللي هو الكرواتي، كان اسرع هدف في البطوله دقيقتين و38 ثانيه، بعديها بيومين على طول اتحطم، بقى ده اسرع هدف في البطوله السنه دي، وده يمكن اصبح ثالث اسرع هدف في تاريخ اليورو، ده اسرع 8 اهداف في تاريخ اليورو اللي امامنا طبعا على الشاشه. ديمتري كريتشينكو الروسي يمكن سجل هدف بعد دقيقه و7 ثواني فقط في بطوله 2004، سيرجي الينكوف طبعا من الاتحاد السوفيتي ايضا سجل بعد دقيقتين و7 ثواني، بيتر جراسيك التشيكي الهدف اللي هو جابه دقيقتين و13 ثانيه، بقى ثالث اسرع هدف في تاريخ اليورو، الان شيرر الانجليزي سجل هدف بعد دقيقتين و14 ثانيه يمكن في بطوله 96 في مرمى المانيا، مايكل اوين سجل بعد دقيقتين 25 ثانيه لانجلترا في مرمى البرتغال في 2004، ستويشكوف البرغالي طبعا سجل بعد دقيقتين 27 ثانيه في بطوله 96 في مرمى رومانيا، ده كان الحكم بامره في المنتخب ده بالظبط، كان نجم بلغاريا طبعا. ماريو مانزوكيتش اللي هو سجل هدف برده في البطوله دي بعد دقيقتين 38 ثانيه لكرواتيا، ده في المركز السابع، وبولس كولز في المركز الثامن دقيقتين 42 ثانيه، دول اسرع 8 اهداف في تاريخ بطوله اليورو على مدار التاريخ. ستويشكوف على فكره يمكن من الحاجات اللي كانت الناس دايما يعني وكانت واضحه جدا، اعتقد انه كان هو اللي بيختار المدير الفني ويختار اللعيبه ويختار كل حاجه، كان صعب جدا حد يعكر مزاجه، حتى كان صاحب الكوره تقريبا، هو كان ديكتاتور بشكل رهيب جدا، كان قائد يعني كابتن الفريق وقائد الفريق، وكانت شغلانه كان متخانق مع اللعيبه في ارض الملعب يعني. مظبوط انت لازم تلعب كذا وانت لازم تعمل كذا، زي ما كان بيحصل عندنا زمان كده لما يكون في حد سنه كبير تمام مسيطر على الفريق، صاحب الكوره بيبقى يعني كان صعب جدا يعني، لكن اداؤه كان متميز طبعا. هدف التشيك الثاني فاكلاف بيلار جاي بعد ست دقائق، ده اسرع مره منتخب يتقدم 2-0 بعد ست دقائق فقط في تاريخ اليورو بالكامل، قبل كده كانت هولندا والمانيا في بطوله يورو 92 هولندا تقدمت 2-0 كان بعد 15 دقيقة، فده برضو رقم قياسي اتحطم في البطولة دي. بيتر جراسيك بعد كده صاحب الهدف الأول للتشيك طبعا، التلات لعيبة دول سجلوا برضو تلات أسرع أهداف في تاريخ اليورو، بيتر جراسيك سجل الهدف الأول بعد دقيقتين 14 ثانية، فاكلاف بيلار سجل الهدف الثاني بعد 6 دقائق، وماريو مانزوكيتش سجل هدف كرواتيا الأول بعد دقيقتين 34 ثانية. المفاجأة بقى إن التلاتة بيلعبوا في فولفسبورج الألماني، يعني اثنين منهم فولفسبورج، وفاكلاف بيلار برضو انتقل هيلعب في فولفسبورج السنة الجاية، ففولفسبورج الألماني بقى أكتر نادي لعيبة فيه سجلوا اهداف، خمس اهداف في البطوله سجلهم لعيبه من نادي واحد. بعد كده طبعا اللحظه دي برده مهمه جدا، ده فارق السن بين اثنين لعيبه، كوستاس تشالكياس طبعا ده هو حارس مرمى اليونان يمكن سنه حاليا 38 سنه، اللاعب الثاني كوستاس فورتونيس ده 19 سنه ونص بيلعب في اليونان، الاثنين لعبوا في نفس المباراه، فارق السن بينهم 18 سنه و139 يوم. لعيب ثاني معاهم بالظبط، يعني هو كان كوستاس كان عنده 18 سنه ونص، وكان الثاني فورتونيس ده كان لسه مولود طبعا، الاثنين لعبوا في نفس المنتخب، ده ثاني اكبر فارق في السن بين اثنين لعيبه في منتخب واحد في التاريخ، كان قبل كده لوثر ماتيوس مع سبستيان ديسلر الالماني طبعا كان 18 سنه و290 يوم، دي الرقم ده. اخر حاجه في المباراه دي طبعا بيتر تشيك يمكن خاض مباراته الدوليه رقم 92، بقى ثاني اكثر لاعب في تاريخ التشيك يلعب مباراه دوليه بعد كارل بوبوريسكي، ويمكن تخطى بافل نيدفيد ويان كولر ان هم 291 مباراه، فهو تخطاهم بمباراه واحده. نروح بقى للمباراه الازمه اللي عملت مشاكل في شوارع بولندا في العاصمه البولنديه وارسو بعد نزوح اكثر من 13,000 روسي من المدن الحدوديه، لانه روسيا في اليوم ده يوم مباراه روسيا مع بولندا كانت بتحتفل بالعيد الوطني الروسي تمام. فالروس بقى راحوا يحتفلوا في شوارع بولندا بالرغم من التعادل في المباراه، لكن حصلت مشاكل في الشوارع على خلفيه بقى يعني المشاكل السياسيه التاريخيه اللي بين روسيا وبولندا من ايام حلف وارسو والقصص اللي المعروفه دي، لكن المباراه انت اكيد الاحصائيات اللي فيها مشاكل امنيه دي ليها دخل في الموضوع. اكيد طبعا، يعني طبعا كان في مشاكل كتير جدا، حصل مشاكل بين الجمهور فعلا زي ما انت بتقولي، هي دي السياسه تدخلت في الرياضه، هم بينهم مشاكل سياسيه بقى لهم فتره طويله يمكن قريبين من بعض، فعشان كده الجمهور كان كتير موجود من روسيا في بولندا وعمل المشاكل دي، لكن نتمنى طبعا الامور تهدى بعد كده. ابرز الارقام اللي مع
معانا طبعا روسيا ان ده 16 مباراه متتاليه بدون هزيمه، ده رقم برضو قياسي لمنتخب روسيا، 8 مرات فوز و8 تعادل. الرقم القياسي السابق ليهم كان 17 مباراه سنه 96، فرق مباراه واحده طبعا وحطموا البطوله. قلنا ان اعلى رقم طبعا فرنسا 22 مباراه متتاليه. روسيا طبعا فشلت ان هي تحقق الفوز على صاحب الارض في اي بطوله كبرى سواء يورو او كاس عالم، 8 مرات لعبوا مع اصحاب الارض خسروا 5 مرات وتعادلوا 3، فعندهم عقده مع الفريق اللي بينظم منظم البطوله دايما عمرهم ما كسبوه سواء روسيا او الاتحاد السوفيتي. بولندا لم تحقق اي فوز في تاريخها في اليورو بالكامل، دي تاني مشاركه ليهم، 5 مباراه لعبوا 5 مباريات طبعا اتعادلوا 3 وخسروا 2 ما حققوش اي فوز. الان زاجويف طبعا بقى هداف البطوله في بعد ما سجل هدف 3 اهداف، وهو سجل 6 اهداف في اخر 8 ماتشات دوليه طبعا مع منتخب روسيا. اخر حاجه طبعا معانا ياكوب بلازجوفسكي لاعب بولندا سجل هدف التعادل يمكن لبولندا في مرمى روسيا، يمكن هو محظوظ على روسيا، وكانوا التقوا الفريقين في اغسطس 2007 من 5 سنين، يعني لعبوا المباراه من 5 سنين انتهت بالتعادل 2-2. بلازجوفسكي برضو كان سجل هدف يوميها، فيمكن هو محظوظ جدا على منتخب روسيا في التسجيل. لو كان حصل فوز مثلا لروسيا او لبولندا كان ممكن